فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بلدنا يقال إن عدم قبض اليدين هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أثناء القيام، فهل هذا القول صحيح؟ ينسب إلى مالك، لكن الإمام مالك إن صح عنه السدل فإنه لعلة أصابته رضي الله عنه، فهو معذور في هذا إن صح عنه هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.